اخترت في هذه الإطلالة القرائية الجديدة هذين الكتابين لمؤلفين إماراتيين شابين. أحد هذين الكتابين عنوانه كلنا متحدثون رسميون لمؤلفه حسن جمعة الرئيسي، أما هذا الكتاب فعنوانه الأصول التاريخية لأسماء المواضع في دولة الإمارات لمؤلفه الشاعر والأديب والباحث أحمد محمد عبيد. وهو كتاب ينقل القارئ إلى عصور تاريخية خلت من خلال المواضع في دولة الإمارات، والتي هي من الكثرة بحيث تعد بالألوف. لم يحظ كثير من المواضع في دولة الإمارات حتى الآن، كما يقول المؤلف، بالحصر العلمي الكلي الشامل، كما هو الحال في مواضع المملكة العربية السعودية مثلاً، كما لم تحظ بدراسة شاملة توثق أصولها اللغوية، عدا محاولات قليلة لا تفي بما هو مأمول، فكان هذا الكتاب رافداً لجانب واحد من هذه الجوانب، وهو البحث في الأصول التاريخية للمواضع في دولة الإمارات. ويستقي هذا الكتاب مادته من المصادر العربية القديمة التي ذكرت بعضاً من الأماكن الموجودة حالياً في دولة الإمارات، التي تحتل رقعة جغرافية كانت في السابق جزءاً من إقليمين معروفين، إقليم عمان وإقليم البحرين القديم. ينحو الكتاب إلى التوثيق اللغوي لأسماء الأماكن والبحث عن أصولها القديمة في كتب التراث العربي، ومحاولة إيجاد علاقة بين الاسم اللغوي والطبيعة الجغرافية للمكان. وما يميز الكتاب أنه يورد أبيات شعرية فيها ذكر المواضع والأماكن. عند الحديث عن مدينة تؤام مثلاً يقول: لم ترد في كتب التراث نصوص عن مدينة بهذا الاسم الدال على المدينة المعروفة حالياً في دولة الإمارات، كما وردت نصوص عن حواضر أخرى معلومة مثل جلفار ودبا، ووردت إشارات قديمة ذكرها بطليموس إلى مدينة في المنطقة اسمها أينا، ربما كانت موضع المدينة الحالية أو موضعاً آخر خفي أثره. والعين اسم يعني عين الماء، يقول المؤلف هنا، ويبدو أنها كانت عين ماء معروفة أطلق الناس عليها العين. وفي هذا يورد المؤلف شعرا لجرير يقول في بيت منه: مشوا من واسط حتى تناهت فلولهم وقد وردوا تؤاما. والعين كما هو واضح تعني عين الماء، لكن ماذا عن المصادر التي حفظت لنا بعضاً من أسماء الأماكن والمواضع في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ في سرد يتسم بالجزالة والموضوعية والدقة يقدم لنا الكتاب هذه المصادر، وأولها الجغرافية، وتشمل كتب البلدان والرحلات ويذكر البعض منها. وثاني هذه المصادر هي مصادر تاريخية، وهي ذات أهمية كبيرة في تسليط الضوء على ما ارتبط بهذه الأماكن من أحداث وأخبار وقبائل. وثالثها مصادر لغوية كالمعاجم التي اهتمت بذكر بعض المواضع لارتباطها بالجذر اللغوي الذي يتحدث عنه المعجم. ورابعها مصادر أدبية، وهي قليلة كما يقول الكاتب، ذكرت أشعاراً جاءت فيها إشارات إلى مواضع قديمة كالأصمعيات في ذكر مدينة طريف الحالية في المنطقة الغربية، وديوان جرير الذي ذكر تؤام، وذكر حتى في ديوان ابن دريد. كتاب الأصول التاريخية لأسماء المواضع في دولة الإمارات، المؤلف أحمد محمد عبيد، ومن إصدارات معهد الشارقة للتراث. وهذا كتاب
صدر حديثاً عن المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤلفه المحامي والمستشار القانوني حسن جمعة الرئيسي، وعنوانه كما ترون كلنا متحدثون رسميون. فما وراء هذا العنوان اللافت وما موضوع الكتاب لنلقي نظرة عليه؟ يفتتح المؤلف كتابه بالقول: أنتم يا من تقرؤون الآن معنا هذه السطور متحدثون رسميون، فبصورة مختصرة نحن جميعا نقوم بمهام المتحدث الرسمي تجاه أنفسنا، بدءا من استيقاظنا من النوم حتى العودة إلى السرير ليلا، من خلال التعبير عن أنفسنا أو التسويق لها في كثير من الأوقات دون أن نشعر. ويستند المؤلف في هذه الفكرة التي يعتبرها فريدة من نوعها، يستند إلى كوننا نظهر الصورة الجميلة لأنفسنا أمام الآخرين من خلال الحديث عن أنفسنا أو من خلال أفعالنا، كما نحرص كما يقول ألا يمس أحد أو يتعرض لحقوقنا. وعندما نكلف بتقديم ذات الخدمة التي نقدمها لأنفسنا للآخرين، سواء أكانت في مؤسسات حكومية أو شركات تجارية أو غيرها من الجهات، فإننا نمارس دور المتحدث الرسمي تجاه الجهة التي كلفتنا بتمثيلها. يؤكد الكتاب على فكرة رئيسية، وهي أننا كلنا متحدثون رسميون، سواء رغبنا في ذلك أم لم نرغب. فلمجرد أن ننطق بأية كلمة حتى يتم تصنيفها والحكم عليها إن كان مسموحا بها قانونا أو شرعا أو عرفا. من هنا نصل إلى أنه لا يمكن تحديد من هم المتحدثون الرسميون، فكل شخص يمكن أن يعتبر متحدثاً رسمياً، بدءاً من الشخص الذي يجري مقابلة للحصول على عمل، رؤساء الدول وقادتها، نواب البرلمان، الوزراء، السفراء، الدبلوماسيون، المحامون، رؤساء المؤسسات، المدراء العامون، موظفو الاستقبال، المذيعون، المعلقون الرياضيون، المحاضرون، المعلمون، مرشدو السياح، وحتى الطلبة الذين يتحدثون عن بحوثهم التخرجية يعتبرون متحدثين رسميين، وغيرهم من الذين يتطلب عملهم التعبير القولي باستخدام أدواته كافة لتحقيق أغراضه وأهدافه الشخصية أو الجهة التي يمثلها. من يتأمل العنوان كلنا متحدثون رسميون يدرك المغازي البعيدة لهذا الكتاب، فمؤلفه صاحب ثقافة قانونية واضحة، فهو محام ومستشار يعشق مهنة المحاماة. يقول في إحدى فقرات الكتاب: من المعلوم أن الإنسان ذا السمعة الطيبة وغير المعروف بأي تجاوزات قانونية أو أخلاقية هو الشخص الأفضل لتمثيل أي جهة تريد أن يكون لها متحدث رسمي. ومما لا شك فيه أن المتحدث الرسمي الذي لا يحظى بتلك المواصفات قد ينعكس تمثيله للجهة التي استخدمته سلبا عليها رغم سمعتها وقوتها. كتاب كلنا متحدثون رسميون، المؤلف حسن جمعة الرئيسي، ومن إصدارات المجلس الوطني للإعلام الإمارات العربية المتحدة.